اتفضلوا اتفضلوا. اوضه قبعه للعرسان يا باشا. ايه رايك في الاوضه الفايف ستارز دي يا باشا؟ لا لا تمام زي الفل ما شاء الله. عايز كام؟ هاتي 3 جنيه ولا حاجه كده. طب احنا متشكرين قوي متشكرين قوي يا حبيبي. ماشي يا باشا يدوم. عموما لو عوزتوا اي حاجه انده عليا، انا اسمي فرج. قول يا فرج تلاقيني واقف قصاد باب الاوضه على طول. ماشي يا فرج بالسلامه انت بقى يا اخويا. حاضر يا باشا ماشي. انا برضه كل نظر. يلا شاكرين يا فرج حبيبي. تعيش يا حبيبي. شاكرين يا اخويا. يوي شقه عادل كانت ارحم. انا هعمل ايه بس يا حبيبتي؟ انت عارف غصب عني يعني ما لقيتش مكان تاني غير هنا. بعدين انا مفلس ومعيش ولا مليه. طب كنا رحنا اي اوتيل نضيف يا حبيبي، ما انا معايا فلوس. يا سلام، واحنا ممكن نقعد في اي اوتيل نضيف من غير ما يكون معانا قسيم الجواز. صحيح، انا بصراحه ما بقتش عارفه ايه اخره الوضع ده. ايه بس يا منال يا حبيبتي، هيكون اخرته ايه يعني؟ ان شاء الله اخرته حب في حب في احلى كلام واحلى. استنى بس يا باسم. الله مالك يا منال؟ في ايه؟ بس ما انا خايفه. تخافي؟ تخافي وانت معايا؟ تخافيش يا حبيبتي، كل حاجه هتمشي فل وتمام ان شاء الله. تمشي تمام بس ازاي يا باسم؟ باسم احنا بقالنا شهور على الوضع ده ومش عارفين نحل المشكله. وبعدين احنا يوم ما كتبنا ورقه الجواز العرفي دي كان مجرد يومين بالكتير. انا ما كنتش اعرف يعني. ما اعرفش اني هتخانق مع والدي وانه هيطردني من البيت بقى والكلام ده، ما اعرفش. وهو حصل يا باسم، هنعمل ايه؟ هنعمل طبعا كل حاجه، هنتصرف يعني. هو مش معقول الوضع هيفضل على كده. مش معقول ابويا هيتبرى مني، مش ممكن. بقول لك ايه يا منال؟ احنا جايين نقعد ساعتين مع بعض نروق دماغنا فيهم وننبسط. ما تبوظيش كده بقى. بقول لك ايه؟ اضحك. اضحك يا عم وروق مش كده بقى. الله ينور عليكي. بقول لك ايه؟ احنا فاضل لنا نص ساعة ونمشي. انت ما جوعتيش؟ انت جوعت يا حبيبي؟ جوعت بعقل؟ ده انا ميت من الجوع. خلاص، أول ما ننزل من هنا أعزمك على غدوة حلوة. طب قولي لي بقى يا ستي، تعزميني على ايه؟ تاكل إيطاليان؟ مين؟ لا لا لا، بلاش الحاجات دي، أنا أصلي زهقت منها. طب خلاص يا حبيبي، شوف أنت عايز تاكل ايه؟ عايزين ناكل حاجة غريبة كده يعني، فتة بالكوارع، عكاوي، الكلام الكبير ده. اخي يا باسم، انت بتحب الحاجات دي؟ كانت مرة اكلتها كده يعني. كانت ماما عادل عزماني في البيت عندهم وكانت عاملة فتة بالكوارع، بس كان طعمها حلو قوي الحقيقة. طب خلاص يا حبيبي، بس قول لي بيتعملوا فين؟ تعملوا فين؟ في حتة كده اسمها مصمت، انا هبقى اخدك اوديك هناك. خلاص حاضر، بس اوعى لما نتجوز تطلب مني اعمل الحاجات دي. نتجوز؟ لا 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 ما تخافيش، انا مش هطلب منك حاجه، ما تخافيش. في يا باسم؟ قصدك ايه بالضحكه دي؟ ابدا يا حبيبتي، ما فيش حاجه صدقيني. لا وحياتي عندك، قول لي بصراحه. انا ما كنتش عايز اقول لك بقى، خفت لا تتضايقي ولا حاجه. اتضايق من ايه يا باسم؟ قول عشان خاطري. بابا يا ستي بعت لي رساله مع عادل. ها وبعدين؟ بيقول لي بيقول لك ايه يا باسم؟ اتكلم وابوس ايدك. بيقول لي بقى هتيجي تعيش معايا في الفيلا، هتخليك قاعد مع ست الهانم بتاعتك دي. قلت له ايه؟ انا لسه ما ردتش عليه. وهتقول له ايه؟ حقيقه منال انا مش عارف. يعني ايه مش عارف؟ هتخلى عني؟ هتسيبني يا باسم؟ ايه؟ هترميني بعد كل اللي حصل بينا ده؟ معقولة يا حبيبتي، ما تخافيش يا ماما، ما تخافيش. أنا هقاوم بكل الطرق. بس
زي ما قدرتش تقنعه. ما قلت لك ما تخافيش. معقولة؟ معقولة برضه يا حبيبتي أنا هتخلى عنك؟ مش مشكلة، أنا هدوس على نفسي. هدوس على نفسي وهاوده وأروح أعيش معاه في الفيلا. ساعتها ممكن أخلي ماما تساعدني وتقنعه. هو ما اقتنعش. ما تقلقيش بقى. ما تخافيش خالص. أنا ساعتها إن شاء الله هشوف حل يعني. هشوف حل وأكيد هتصرف. جميل، كله تمام؟ اه يا حبيبي. طب بقول لك ايه؟ اركبي انت العربية، أنا هجيب علبتين عصير كده عشان حاجات يعني وبتاع. ها؟ بتعملي ايه؟ أنا جاي أزور واحد صاحبتي عيانة. هنا؟ لا هنا. معقول هو في حد بيسكن في البانسيون برضو يا حسام؟ دي ساكنة في الحارة اللي ورا البانسيون. دي غلبانة قوي يا حسام والله، لو شفتها تصعب عليك، الناس فقراء قوي. اه، اسمها ايه بقى صاحبتك الفقيرة العيانة دي؟ اسمها سماح. سماح؟ اه. طب وخلصت زيارة ولا تحبي اطلع معاكي اهواجب برضو؟ لا لا لا، تيجي معايا فين؟ يا خرابي دي عيانة قوي. وبعدين اقول لهم ايه؟ اقول لهم واخدة اخويا يشوف صاحبتي؟ ده كلام؟ طب اتفضلي قدامي اوصلك لغاية بيتها. لا توصلني فين؟ انا زرتها خلاص. الله، انت مش بتقولي انك انت رايحة تزوريها؟ انت كل شوية بتغيري كلامك ولا ايه؟ لا انا اقصد زرتها. زرتها في ايه؟ الله، في ايه يا حسام؟ انت هتعملي فيها شارلوك هولمز ولا ايه؟ طب يلا اتفضلي اركبي عربيتك، شوفي رايحه فين، مروحه ولا رايحه الجامعه ولا رايحه في اني مصيبه. رايحه الجامعه وما تزعقش. طب يلا يلا اتفضلي. في البيت لينا قاعده مع بعض. يلا. انا فهمت كده من اللي حصل يعني انه اخوك. اسكت يا باسم، ده انا اعصابي باظت. لا وراسه الف سيف، ما اتحركش بالعربيه لما هو يمشي. انا هالابيض، امال انت رجعتي لي ازاي؟ لفيت. انا كنت اقدر اسيبك يعني؟ اه شفتي بقى، شفتي ازاي انا بقدر الظروف؟ لكن انت من اقل حاجه بتزعلي مني. حبيبي انا ما اقدرش ازعل منك ابدا. الله، مش مشكله. المهم يا ريت بقى توصليني دار السلام عند بيت عادل، وانت ترجعي الجامعه بقى لحسن اخوك يروح لك هناك. ايه ده، احنا مش هنتغدى سوا؟ لا لا، نتغدى ايه، خليها بكره. خليها بكره، احنا مش عايزين مشاكل مع اخوكي ده، احسن بعدين يبتدي يشك فيكي ويراقبك ولا حاجه. ايوه بس من غير بس، اسمعي الكلام وانت ساكته. يلا.